بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق رسمنا الصامولة والمسمار، كانت الزاوية دي 30، وهنا في دائرة بتمس الأضلاع، هنا الزاوية 45، لكن الكيرب ده مختلف عن ده، لكن البلان نفس البلان هنا، بينما هنا الزاوية 30، لكن في هنا زي شكل مخروطي، وفي دائرة بس ما بتمسش الأضلاع. هنيجي نرسم الصامولة دي ازاي، نعمل هذه الكيرفات. وازاي برضو نرسم الجزء ده، هنرسم المسدس وبعدين نرسم خط افقي ونعمل اوبست 10، وبعدين نسقط بعد كده نمسح هذه الأجزاء. وبرضه نيجي نسكت ده وده، نعمل دايرة مساعدة نمس نيجي هنا من هذا الخط نرسم زاوية 30، نرسم زاوية 30، بعدين نيجي نسقط النقطة دي، ناخد حتى كده، ودي برضه، بعدين نسقط المنتصف. برضه هنا سنت اللاين بتاعنا، ونيجي نرسم بقى المنحنى اللي هو ناخد سبلاين، نرسم من هنا لهنا، ناخد برضه المنحنى ده، نيجي بعد كده نعمل تريم، هنشيل طبعا ده. يبقى ايه لازم تشال، ونعمل تريم هنا، نشيل برضو ده نزفه، يبقى هنحصل له. طيب بعد كده ايه، هنشيل ده كمان، ونشيل ده، هنشيل ده، وبعدين نعمل كوبي او نقول ميرور الناحية التانية، والخط ده برضو نعمل له ميرور، وبعدين نحذف وبعدين نشيل ده. يبقى احنا كده
حصلنا على الصمولة بهذا الشكل، بس ممكن دي الشكل ايه الصمولة. طب لو انا عايز بقى ارسم اللي هو الشكل التاني اللي هو السايد فيو، نيجي برضو الزاوية دي برضو نعملها، ونيجي نسكت ده برضو، ناخد بالنا بعمل هنا زاوية برضو 30، بعدين نيجي نرسم منحنى ناخد هذه نقطة ونطلع ده فوق، بعدين نيجي نرسم المنحنى الأولاني عن طريق سبلاين أهو، بعدين نعمل ميرور، بعدين نشيل هذه الأجزاء. ممكن نوصل ده تاني، ممكن نوصل دي برضه، دي عبارة عن ميرور. نيجي نزيل الأجزاء بتاعتنا كلها أهي، مش هنقسمها بقى، ونشيل يبقى احنا حصلنا على الشكل ده. هنشيل طبعا سنتر لاين ده عشان يبين، نشيل نعمل ترم، ده عبارة عن الشكل النهائي للصمغ. وبعدين بنيجي نرسم التلات ارباع دايرة، طبعا دي تعتبر صمولة، يبقى نعمل تلات أرباع الإيه الدايرة عن طريق بريك، وبعدين بعد كده هنلون، ده يعتبر الشكل النهائي بالنسبة للصمولة اللي هي بيبقى مفيهاش دائرة تمس هذه الأضلاع. لو أردنا نرسم يعني رأس مسمار مربع في طريقتين، إما ارسمها بالطريقة دي أو بالطريقة دي، لكن الأفضل هذه الطريقة. هنرسم بعد كده مربع مايل، وبعدين نسقط النقطة دي،
نرسم زاوية 30 وبعدين نمسحه نمسح دي بقى ونسكت ننتصر بعدين سنزل الخط وبعدين كليك سبلاين وبعدين نختار النقطة دي ثم النقطة دي ثم النقطة دي وثلاثة انتر نعمل ميرور بعدين نشيل الخط ده وبعدين نعمل ميرو تاني وبعدين نعمل ترين وبعدين نزيل هذا الخط نحصل على الشباب بالنسبة للسايد فيو هو نفسه يبقى ناخد كوبي ده الشكل النهائي بالنسبة لرأس المسمار او ممكن للصامولة لو أردنا رسم رأس المسمار بشكل آخر بنيجي نرسم المربع اللي هو عدل موازي للمحور الأفقي بينما ده يعتبر مايل بنرسم برضو المستطيل ده وبعدين بنيجي نسكت النقطة دي وبعدين من هنا باجي أرسم زاوية 30 بعدين انقل النقطة دي كده وبعدين نايل بنيجي بعد كده سبلاين ناخد النقطة دي النقطة دي النقطة دي بعدين نشيل هذه الأجزاء يبقى احنا حصلنا على الشكل ده وأهم حاجة لازم نرسم المربع المائل ده عشان نجيب النقطة دي وبعدين بعد كده بنيجي نسكت بقى على الكوبي نسكت سايد يو 8 ده يعتبر الشكل النهائي للرسم بتاع الصامولة اللي هي المربع او رأس المسمار المربع دي طريقة رسم برضو الرأس الشكل مثلا بالنسبة ساعات بيبقى يعني صامولة بهذا النوع اللي هي بتبقى مسمنة شكل ثماني دي برضو بالطريقة لما يكون الدائرة تمس الأضلاع وبيبقى بهذا الشكل وممكن برضو نرسمها بهذا الشكل بس الأصح هو طبعا نترك الطريقة دي للطالب لكي يبتدي يفكر ازاي يرسم الشكل الثماني وبعدين يحصل على الرأس بهذا الشكل طبعا باين قوي المنحنى
بيبقى عبارة عن 1 2 3 4، لأن ده شكل ايه؟ ثماني. الطريقة التانية دول عبارة عن 3، بس في حالة ان يكون الشكل المثمن لهذا الوضع، يعني هنا عبارة عن 3، 1 2 3 4، دول 4، بينما دول 3.